في سؤال خطر في بالي صراحة، وأنا عم بحضر الفيديو عم براجع كنت أطلع. هلأ إيش المبدأ من إني أقول هاي الإنفورميشن الثيوري اللي أنت عم تعطيني إياها؟ هل في إشي رح يفيدني بالبيم لما أنا بكون عم بشتغل؟ المصطلحات هاي اللي أنا عم بسمع فيها رح يفيدني لما أنا بكون بكرة عم بشتغل بمشروع أو شيء؟ لا حلو السؤال صراحة، حبيته. يا ستي العزيزة، ما في إشي في الحياة أنت بتعرفي أو بمر عليكي وما بفيدك، تمام؟ هلا دائما السؤال هو أنا متى راح أستفيد من كل الثيوري اللي أنتوا بتحكولي عنها أو اللي عم تشرحولنا إياها عن البيم؟ هل أنا اليوم راح أستفيد منها ولا بعد شهر ولا ما حستفيد منها طول عمري؟ هلا ما حستفيد منها هذا is a doubt، عمرها ما راح تصير إنه تجيك معلومة ما بتستفيد منها كأركيتكت. الوقت اللي أنا استفدت منه بهاي الثيري هو من 3 شهور. عادي كنت بعرف الثيري هاي وبعرف أدرسها وبعرف أدرسها وأدور على معلوماتها وأحكي فيها كتير ليروح صوتي كامل. هلا متى صار الفائدة منها؟ لما صار البروجكت اللي أنا عم بشتغل عليه مطلوب في هذا الحكي. هلا في شيء خلال المحاضرة الماضية أنا ما جبت سيرته، which is how to implement البيم خلال البروجكت تبعي. هذا بيتسوى بشيء اسمه building information modeling اللي هو البيم execution plan. يعني لما يجي في عند الامبلوير يطلب الريكويرمنتس تبعته اللي احنا بنسميها الامبلوير ريكويرمنتس، بيحكي انه انا بدي البيم موديل علشان بالاخر استخدمه مثلا الفاسيليتي مانجمنت لما تشتغل عندي المبنى ويصير في عندي اوبريشن للمبنى وبده يصير في مينتيننس والى اخره. هلا لما يجي يحكي لي انا بدي اياه عشان هذا الهدف، او بدي اياه علشان احسب كوست، او انا بدي اياه عشان اعمل تايم تراكينج او تايم سكيدجولينج، او بدي اياه او لاي سبب من الاسباب اللي ممكن تخلي الكلاينت يطلب البيم موديل، هون انا لازم اروح اعمل كبيم مانجر اروح اعمل ايش اسمه بيم اكسكيوشن بلان، اللي هي هاو وات وير وين هوم، كل هاي الاسئله اللي بتعلقها في البروجكت. وات تو امبلمنت في البروجكت، how to implement او how to work on the project using the workflow المتفق عليه عشان اوصل للبرودكت المطلوب عشان يقدر يعطي الكلاينت النتيجه المطلوبه. هم مين هم الناس اللي راح يشتغلوا معي، مين التيم، شو البوزيشنز تبعتهم، ايش الرولز تبعت كل واحد من هذول الناس اللي عم بيشتغلوا معي، وكيف راح يقوم بهاي الوظيفه، how كيف راح اشتغل، وهاو كيف راح اعمل كواليتي كنترول، كيف راح اعمل كواليتي اشورنس، كيف انا اضمن انه الموديل يطلع بالكواليتي المطلوبه، وين ايش السكيدجول او التايم تبع الامبلمنتيشن تبع البيم اكسكيوشن بلان تبعتي في البروجكت اللي انا عم بشتغل عليه، وات تو يوز وهاو تو يوز ذات، شو التولز وشو السوفت وير اللي بدي اشتغل عليه، وشو الفيرجنز اللي بدي اقوم بتسليمها، والاوقات اللي راح اسلمها. وطبعا معلومات كثير تاني راح تصير برضه في هاي الشيء اللي اسمه بيم اكسكيوشن بلان، تمام. هلا البيم اكسكيوشن بلان من الاشياء اللي بطلبها اللي هي الثيوري اللي انا بشرح اياها، يعني what is the level of development اللي راح يكون في الموديل في مرحلة الـ implementation أو الـ design أو الـ design development أو الـ detail design أو whatever. فهي أجت الـ level of development. what is the level of details اللي راح يكون في كل element مشغول جوا الـ project تبعي في المرحلة الفلانية. يعني في الـ level of development اللي هو 200، إيش الـ level of details اللي راح يكون في الباب، إيش التفاصيل اللي أضيفها على الباب، ايش التفاصيل اللي انا بدي اضيفها على الويندو، ايش التفاصيل اللي على الفلور بهاي الطريقه. On the other hand بالوقت الفلاني ايش الدايمنشن اللي راح تسلمني او ايش الدايمنشن اللي راح تسلمني اياه او الموديل اللي راح تسلمني اياها عشان تخدم الدايمنشن اللي انا طالبه. يعني اذا انا بدي اوصل لل 7D او ال 6D او ال 4D او وات ايفر الدايمنشن اللي بدي اوصل له، سو بدي اشوف الاشياء موجوده في الموديل تبعك عشان تقدر تسيرف هذه الشغله اللي انا بدي اياها. فمعناته اذا انا بشتغل على ميجا بروجكت او على بروجكت مطلوب في هذا الحكي، معناته لازم اكون عارف شو هو. لما يجي يحكي لي بدي تسلمني ليفل اوف ديفلوبمنت 300، بدي اضمن اني انا اي دو نوت انفست تايم اكثر من المطلوب لان انا اعمل 300، لانه ديفينتلي اذا بدي اروح ليفل اوف ديفلوبمنت 400 معناته بده وقت اكثر. هلا ما راح اروح بخاطري، بس اذا انا ما بعرف شو الليفل اوف ديفلوبمنت راح اروح اسلم ممكن موديل فيه ليفل اوف ديفلوبمنت 500 وهو اكثر من المطلوب مني، معناته انا مشروعي خسران، ما حققت الربح اللي انا بدي اياه. فمعناته هاي صار انا الثيوري لازم اكون عارفها عشان اقدر اشتغل بطريقه صحيحه، اضمن الريفنيوز تبعتي تكون يعني
الماكسيمم خلص الربح تبعي صحيح حصل ايش المطلوب، انا سلمته الاشي اللي بده اياه للكلاينت واخذت الفاليو اللي انا بدي اياها، يعني قيمه الفلوس اللي انا عم باخذها ايكوالز الشغل اللي انا عم بسلمه لا اكثر ولا اقل. بعدين البيبر وورك، البيبر وورك اللي راح ينطلب مني في هذا البروجكت هو راح يكون از بير ستاندرد اللي هي اللي حكينا عنها في المحاضره الماضيه او في الانترودكشن. سو الستاندرد تحكي لي انه انت عشان تمشي في البروسيجر تبعك بدك تروح تسلمني مثلا بري كواليفيكيشنز، بدك تسلمني مثلا ذم اكسكيوشن بلان، بدك تكون عارف ايش الامبلوير ريكويرمنتس، بده يكون برضو مكتوب فيها الكومن داتا انفايرمنت اللي راح تكون في البروجكت تبعي ايش هي الكومن داتا انفايرمنت. تمام، معناته الثيوري هي مش مطلوبه عشان انا اروح اشرحها لحدا ولا مطلوبه عشان انا والله اشتغل على كل كلمه احنا عم نحكيها في الثيوري، بس هي راح تمر معي في مراحل كثير حسب البروجكت اللي بشتغل عليه. وابدأك بأي أركتكت موجود في الأردن، بس الحمد لله بفضل من الله إنه إحنا في الأردن ما بنجيبش سيرة هذا الحكي الشغل.